السلام عليكم أخواني أخواتي جميع المشاهدين اللي كيشوفوا فيسبوك والقناة تاع عبد الله قدود. كنرحب بكم في فيديو جديد. أكيد سمعتوا بأن وراء كاينة واحد جمعية المستمعين لإذاعة المغرب كاملة كدير احتفال، وهذا الاحتفال لأول مرة شفناهم داروا التكريم على بعض المنشطين الإذاعيين اللي كيستحقوا فعلا التكريم. أكيد هاد الجمعية ديال المستمعين لإذاعات في المغرب كاين المقر ديالهم هنا في أكادير، وبغينا نكتشفوا واش عندهم الفروع في المدن الكبار في المغرب، واش جميع المستمعين والمستمعات من طنجة حتى الكويرة منخرطين في هاد الجمعية، ولا فقط هاد الجمعية عندها المقر في أكادير هنا فقط؟ واش هاد الجمعية المستمعين لإذاعات في المغرب كامل كيديروا الاحتفال في مدن أخرى كمدن كبار في المغرب، ولا فقط في أكادير؟ تبعوا معايا ويلا معايا غنكتشفوا جميع جمعيات مستمعي ومحبي الإذاعات في المغرب. إذا الإخوان ديالي هنا في هاد القاعة بالضبط هنا في طريق تيزنيت، قاعة الحفلات والمؤتمرات تهمو كاينة في الطريق الطريق الوطنية رقم واحد بين أيت ملول وتيزنيت حي تهمو. هنا بالضبط فاش غادي يكون هذا الحفل اللي دايره جمعية ومحبي المستمعين والمستمعات في المغرب. إذا إن شاء الله غنقربوه لكم أكثر. مرحبا بكم دائما مع اخوكم عبد الله قدود. يلا نكتشفوا شنو كاين هنا. بسم الله. اذا بسم الله على بركه الله ندخلوا ان شاء الله. شوفوا شنو كاين هنا في لونطر. كيف ما قلت لكم هي جمعيه مستمعي ومحبي الاذاعه في المغرب، طاولة خاصة بدفع المساهمات المادية لاحتفال بعيد المرأة. إذا هنا كاين نشوفوا الصناعة التقليدية باللغة الأمازيغية، وكذلك بعض المأكولات المعروفة عند الأمازيغ، بعض الحلي لباس الأمازيغ، اللباس الأمازيغي. كتشوفوا بعض الادوات ديال كيزينوا بها النساء على الكسكسو نفس انا برفيق بخير الحمد لله. الحمد لله. هذه هي يلا كنعاون ربي على يلا بالضبط كيف عملتي خمس سنين بخير الحمد لله. اذا هنا فاش غيتقام الحفل اللي قلت لكم هالقاعة، شوفوا شنو كاين في القاعة. هانتوما الداخل ديال القاعة بعد قليل إن شاء الله غادي ينطلق هاد الحفل. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. بعد قليل إن شاء الله غادي تنطلق السهرة حتى المناسبة الاحتفال بيوم العالمي للمرأة 8 مارس. وكذلك هنا كنشوفوا اللوغو ديال الإذاعات. هذه هي القاعة كما كتشوفوا. بعد قليل إن شاء الله غادي نشوفوا شنو غادي يكون كامل هنايا في هذا غرفة إن شاء الله بعد قليل. أشكرنا نسمح لكم كل يوم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل إلقاء كلماتنا هذه أقول لكل نساء العالم عامة والنساء المغربيات خاصة، عيدكن مبارك سعيد، وبالخصوص النساء الإعلاميات بوطننا العزيز. أيها الحضور الكريم، باسمي وباسم جمعية مستمعي ومحبي الإذاعة بالمغرب، كل من موقعه ومكانه، مناسبة الأغر، مناسبة تكريم الوجوه الإعلامية ببلادنا، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أيها الحضور الكريم، نود أن نقف وقفة إجلال وتقدير لما حققته الوجوه الإعلامية من إنجاز وتضحيات في المجال الإعلامي السمعي والبصري. أيها الحضور الكريم، أيها المنظمون، شكراً لكم مجدداً على التحضير والإبداع والالتفات، إنكم أهل بالاحتفاء، إنكم وجوه تستحقون كل التضحيات، ومن أجل هذا يبقى هذا الحفل قليلاً في حقكم. أيها الحضور الكريم، لا تفوتني الفرصة أن أشكر بعض الوجوه الإعلامية الذين جاءوا من مدن بعيدة وتحملوا مشقة السفر كالزهرة أجدال، وخالد نزار، ويتعطر له الحضور في هذا الحفل رسالة مهمة جدا. وكذلك فرح داس من إذاعة راديو ميربي راديو للدار البيضاء، ومحمد ماء العينين من إذاعة العيون الجهوية، ومحمد نمط من إذاعة التلفزة للرباط.
كثيرة للمستمعين منها السيسوليل. السيسوليل كي داير بخير؟ ماشي بخير. كي جاك بعد هذا النشاط يعني تلقوا وجوه صلة الرحيم بالمستمعين؟ وبعد المناسبة كنشكروا جميع المحبين ومستمعي إذاعة المغرب، وكنشكروا الطاقم اللي سهروا على هذا الحفل الممتع. شكرا لحظاك الله يبارك فيك. إذن عدة وجوه. الشيخ عزان كالي، الشيخ عزان كالي كي داير بخير؟ الله يبارك فيك. كي جاك بعدا كي جاك هذا الملتقى؟ الملتقى هني كاع اللي بيسترالو قدا يوزنون يوزي الراديو اتبير ولا يتفني دي سيلان ولا يتفنى دالنا الإذاعات المحبين. إذن الشيخ حسن المنخرطين المحبين للإذاعات في المغرب كامل كانين من طنجة حتى الكويرة ولا غير أكادير؟ كل شيء. مرحبا. مرحبا ودا السي كالي. كنا وزلم زوالو؟ وزلم زوالي اللي جوا هو النقطة. هكا حضر بي. ندو السي على الحيان، السي على الحيان. تيزنيت كي خليتي تيزنيت بعدا؟ تيزنيت سخونة اليوم هاد اليومين. سبحان الله العظيم. وراه ماشي غير تيزنيت سبحان الله العظيم، اليوم راه العالم كامل. سبحان الله العظيم. كي جاك بعد هذا؟ زوين الحمد لله تجمعنا هنايا، شفنا المستمعين. يعني الخير هذه فوق. يعني الله شدات الجمعية الطريق الصحيح. ياك ان شاء الله نتمنى نتفاعلوا خيرا يديروا الانشطه بحال هادو في تيزنيت مراكش الدار البيضاء طنجه لما لا ان شاء الله العيون داخله الى اخره نتمنى وان شاء الله المغرب ديالنا من طنجه حتى لبنان. الله يحفظك. مرحبا الله. مرحبا ودا السي الحيان. واحد المستمع يعني غبر علينا واحد المده الله يبارك في السي مورباره يا يوزن زايد. مرحبا. تيشات كورونا صافي تزني زوين مسفلي تزني زوين بدوكال سي طريفتي من المستمعين القدماء هاتي السيدة ذاتي السهلة تكريم له زود واز زود لا نولي غزوارنين سوسي مغر لا نولي غزوارنين إلينا إيرين إيرين الخير أنا ماشي زعما أكيد شاك ولكن إن شاء الله هاتي كريتير اللي نختي ربي الستر إن شاء الله تكفى هاتي اللي رايق الانطلاقة البداية باش يختي ربي هي اللي خيرت غسوين ان شاء الله اللي غاريو المقاد اللي راك انت لاقى اللي راك البدايه اكيد اكيد كاين كيشوف عيون يلاه نحسق بينا والجمعيات يلاه تبغي غير الطريق الصحيح اختي ربي ان شاء الله نتفاعلوا خيرا للجميع ودا السي الحسين هكا حضر بي مرحبا مرحبا السي حسن كالي وري وازن مزا ما كي اللي قامت والو ها بولي قامت انت افتا تنميرت نون تنميرت اذا كيف ما شفت واحد العدد كبير المستمعين حاضرين داخل هذه الغرفة بكل حقيقة أنهم يتفاءلون خيرا لما لا علاش ما يكونوا الأنشطة بحال هادو من غير أكادير يكونوا في مراكش طنجة في العيون في الداخلة في السمارة في بوجدو في ورزازات في وجدة في المحمدية يعني يكونوا جميع المستمعين في المغرب منخرطين في هذه الجمعية يكونوا بحال هذا الملتقى راه صلة الرحيم راه كاين والله إلا كاينين هنا وناس راه ما شفتهمش من 2014 وكاينين وجوه راه كان كنسمعهم والله القاسم كنسمع غير الأصوات ديالهم ولكن تلقينا مرحبا بكم مره اخرى كنتمنى ان شاء الله هاد الامسيه هاد السهره تدوز مين. مرحبا بكم نشكر ربي الحمد لله صحتي المرضان
تيسنق السيدي ربي يا يموتنا ترحم ربي يا يسولنا تعاون ربي. شجعيات الجمعيات مستمعين بجميع الجميع واللي نتوالى نطنح في سيدي ربي واللي نتقان اليقين ارشجعان الجمعية شجعان ايت ادوار شجعان دراوش شجعان المساكين اطنح في سيدي ربي نضرب ربي تبارك وتعالى الوالدين وانا مموتنا تصنيح ربي وانا مسولنا تيسن روش نحرش ربي تروى وانا الدار لنا تصنيح ربي وانا الدارور لنا تصنيح ربي وانا دقين غير القياس اشكوت غلان اقتويا. مرحبا بكم في الشجاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أرد شكرا أنت كلنا سي حميد ضرب ربا تحفظه أعطي منه وتولد درس الكير. مرحبا بكم نقال رأيسنا يتمازير تنغولة النون شجعات تربو تادي عزان تربو تادي فولكين يوم سيدة ربي أكيس تخرج مغصة أتغرز الشبان بارك الله مرد أونير زود الفريق الوطن المغربي يا جاتي الله البرسيس لأخوانا لله. مرحبا بكم شكرا على وانت قدام غاينو المرفق المفرجنا محمد الرويسان ديال البون تسليم هدا بسم الله ناقص لي كوكي صبح ربي الله يرحم لك الوالدين شكون يكلي كو ولا لا دليل هدا بسم الله ردوبا شوال غيايا لا لا دليلي ولا لا دليلي يسوت ريت أكرد أكن الصحتي يسوريحتا الجبنة دماء تاكو رايتي ويسوريحتا جبل دس ناك في الخطر يا لا 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 ليلي ولا لا دا ليلي ويسوات ريت أكرادك أن نصحتي كورونا ياد إسكريار لما سايلي كورونا ياد إسكريي تفلستي وغلسارك سزور أرتي وتشير إغنشي منا سيني قندغ ارتفا وديوي لحل حبابي نسو كل موتني هلا لا 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 ولا لا دا ليلي إلي حنغك ايت الهوى ولا سايسي الله كبار لمهنا ياتي ورد موتي اغلانتو لي ردوبان سن لكسي سن نزدمة انا قمت الا الخاطر نسي تيفوناسين اوريغان اتندنك سوى تنغي بيزي ريت رولي والرصد حصار لا عياد ولا كوريني لا 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 يوصي حماد احبيبي انت سنوي اسموني عدل اختيقا ينت منسي والله ارسال يحرقي من تسنسي وكرسمون اختيقا ينت منسي واني تسكرا لحسب ساق ترد في هلا لذا ليلي. مرحبا بكم اوتي مرحبا بي اغاوتي افروش مرحبا بكم اوتي لحظة الناقي حسن وهي يقدرنا
خريجة المعهد العالي للصحافة والإعلام في الدار البيضاء، حاصلة على إجازة في القانون العام، طالبة باحثة في سلك الماستر التواصل السياسي والعلوم السياسية. سر الشنون السيدة الصحافية فرح الباز. أصدق سلاي حاضر فرح الباز، مرحبا بك. أيسلم أتغرغي بس رئيس الجمعية المحبين المستمعين الإذاعات المغرب سعد الله حميدان. تنمرت لكل الحاضرين غنزور تيمغارين، تنمرت نتبهرغ صدر بنت حاضر صغير، تنمرت الكازن مرحبا سلوى بركة ديال النخ، هي الدور غاسد اللي غادي يدير مليح راه ماس مصغيات، أرسلي مليح تنسمونت المستمعين إذاعة غماس المغرب، مليح ديسمان غاسد غماس موسط نحوم، تنمرت نوتي كليتيان. يزلم فرح البازا كاي ودور بهر الزنا فد دي محاضر غمستين مسياد رد مني غمس كي كان رسي من تفتخار كي كان تبع البرامج نما تسد سعر تتلي تتمزر تايوز نما سي عبد الله حميدان. السلام عليكم سي ونس احمد على رجل ديال المستمعين اللي محبين اللي دعس غمس المغرب غمس باش سي مغور سي اعلاميين غير كازن ولا تيم غارين السنمرغ ولا الإعلاميين الصحفيين اللي غادي يحضرنا في هذا الوقت دائما في إطار التغطية الصحفية دائما في إطار الصور. دكتور السنمرغ ولا ترى الفوت نيت السيس تنمرنا فرح الباز أيوز كمان درامستين إيمال شطرن ولنتات تقايات إعلاميات بهري شطرنين إيات الإعلاميات يوسين تسفلونت لغد أسافوت أسافوت ما تدينا أسافوت ما تدينا مشعل أسفلون هذا كيف رب الخير دائما كاد لسنية بسرشن ونفد أنغرى يتعرفت وكاد لسنية بتقع صحفية ولنتات حصل على إجازة في التاريخ والحضارة خريجة معهد الصحافة كذلك ورجت مهنة الإعلام سنة 2009 بإذاعة MFM إلى غاية سنة 2021 قدمت برامج متعددة إخبارية ثقافية نشطية رياضية صحفية مهنية. سر شنون السيدة فاطمة الزهراء الوحيدي فاطمة الزهراء الوحيدي ولدت على ذلك ما فد سيمغور أيوز نمبر رد غرغ مريم الزياني مرحبا رغا دغت ولكن مين يمكن تفوت فموس الحاضرين على هاتف كل مسمع الإذاعات تحرير الجمعيات مسمع محبي الإذاعات شكرا لكم على هذا التكريم الخاص على هذا اليوم لعرفنا بالمرأة المغربية بالمرأة الإعلامية وبالجريدة كلها دائما في الحقل الإعلامي تحية لكم تحية كل المرأة المغربية أزول تنمرت كنتمنى لك بارك الله فيك مرحبا ولكن يا يوز بارك الله فيك دائما كنتمنى لك المزيد من العطاء والمقدام لك الابداع والتميز دمت للابداع عنوان تنمرت اشغال السيد تنمرت السيس علي ولا تان I'm going to go to the hospital.
تمغارينا الوسيناتيك السعر تقليت تمازيغ تيات الإعلاميات دائما الجمعية المحبين المستمعين إذاعات المغرب تتويد السادة أفد الصغور أفد غيبون الأحباب العائلات التوجات المحبين الإذاعات الإعلاميين يعني قايا الملتقى اللي غربون الإعلاميين المستمعين سنة أردنا غرائيات زمستين تقارن ولا تزرين المصاب إذاعي اللي بره يكون استيقان السيدة رشيدة الشميري الزياد من 34 سنة في المسار الإذاعي تنميت مرحبا بي الله يعطيك الخير والله رم غراي السيدة مصطفى أغزيف أفضل دسيف كان تسمى بوضع السيدة التكريم الله يعطيك الخير للرشيدة بارك الله فيك هذا أكيد دائما حاجة اللي قليلة فيكم احنا عارفين يعني الدور اللي كيلعبوا الإعلام الدور اللي كتلعبوا المرأة في المجتمع تبارك الله عليك بس مصطفى أوزيف ولكن تنمي فيك عفاك مغاربة كل نظامك مستك حبيت ليس بخير بخير وعلى خير عندناش إعلاميين عندناش الصحافة فدا رمصنا تولى فينا كيغتينا ربي باش غيدير لي الشوق غيد الشطمة غيد في الجيش سكوزت اياد والمقارن وكار نا 30 سنة في مجال الصحافة تقامون الشطة تقامون تيجا برامج تقامون قدمة سرد الشنون أفد أن تبرك السيدة حدا العويج سر الشنون صلاة صلاة على رسول الله إلى الزاد أفد الغرائي مريم مريم زي ولا أنت تشكد تسمور حدا العويج أيوز نمن دقائية الدوبة رزينا دي بحضرة قصادة تكريمة أيوز أكل الصبح بولت منو يسرب كنو بغيدين ناس كليني غا أزول غا كل كواستين نتمازل مقصيفتي ومان ولا ويدس غا
سيفتي إزلين ولا المستمعين غد المستمعات غاية عزاب غادي حضرنا أديني غا أيو زيت نسمون تادي أحد غادي يسمون نادا سنزاجة بس الخيرة نسكت سيرة الرحيم نسن كي قتيان ما من كي قار أدراز نكان سبليدي لما نسني لما دونسن مش غصة دا دي بين كي قتيان قيت ثغبان كي قار ساني كي قتيان دا طبيعا سياسي قفاسي دي ربي لنجلس المستمعين الدين سيني قال الشومي ما شاء الله راني نحمد ولاتي دا نقول اني عاد نصبح في اللي باريت ممكن نقول مقارنه ضرب راس الزيلق تنسمون استيقان خصمون اني نسم غورن كوستين دمتامين تولى المستمعين بيدا سيني تبارك الله عليكم تقى فكرة تقى تفولكي دا اسود اختلاغ سبقسات تقول اسمرني سبقسني زرينين سبقسني زرينين هم زرقا كي قلتا سبقسات اتي القام وسبقسي اذني اغاد بس اسمني هو سبقسات اللي حرم سنياد بهرم قرن طياد ياد ناس مين غيوز سنون تكونوا ميد نسكن ناحية ورتقاز الدعوة ارزمنا البيبان اتي قرام سنياد كي قلت ياني احمل انيني الاداعة المغربة سنكوني محيوز إني غايوز الإدعاء نحكم لولا من سكرني قسلانيني قسوريني إذا الجمعة دولي فولكي سلاة الرحيم شعبان في قراص رمضان هذا خصيصي سمر ربي سيادة صحتة إحلال قبل تقيدنا هذا وني نغاء مرحبا بكم يتغوص بهرة لي بهرة يسوس مخمس وجمعة تقاي مفاجأة أديني غا أيوزا إيسي حميدان ولا سيل سنتانتان لي ديوين أديتا فدا السيم غورتا العائلة نو مريمتي زعلي مريم تقاس العائلة يمي مالي توسامس مريمتي تقا يتا تتسكات مسكن الطواف سنوطو كوتي المغرب تبارك الله نسا فرح بارا مريم نحمد وفي حقيدة تتكميني رئيس سيمور بارك الله وكيف كميسة بحربي السلام عليكم نتشكرك جدي عزان نتشكر بلي اللي سكنين تفوق لياك أتفرح نسلي المديعات الزانين اللي فناتو الحوايج علمنا حمامي كسنسا والغراديو نكاتينا نتحشام ونسن غير تبارك الله فنحية الجرأة أمام الميكرو نجمع نسا ونسا في جميع المواضيع نتمنى الاستمرارية للإذاعات نحن المغرب تيوياس دا يتولفت بهريزين غير تي رئيس من صغيكادة تيان غير كاد السلام يغتينا ربي من غير السمن قيرا من المقار وانا دا في الزاحة دا يعويش اديش كي قيسيس كنتا وفي عينت ماشي غيرا دا كنسا بحربي ماشي غيرا كنسا بحربي تلميذ دوكي قانا مريم مريم تي تلميذ تقامون تيجا البرامج إذاعية تلفزية ولنتات من أوائل دار سوال بهري فولكينا دار سوال إسئل كمنا أنسبرك سيدة زهرة أرجدال سرشنون التسلام رسول الله إلى الجيل سيدنا محمد أرضا زهرة أرجدال إطلالة بهية أكيد أحمل لمسات حمزولي حاضرة أيوز نم ردغرغي كذلك النائب الرئيس للجمعيات اسمون تد محبين الإدعاءات المغربة السيل حسن وعليا خضيك اسم بورتا إلى زهرة أرجدال لالا زهرة أرجدال بركة هو المقارنة مغصاب تسلطلت تسكوست سيحمي دانتا البرنك أزولي كل ما غادي حضرنا أزولي تمتمين ولا إرقاز أزول أمس نتمسمون محبي ومستمعي الإذاعات غمس المغرب يسوسمي باهرة باش ديتون حاضر غي وليني قلب ودات ليني غوالي أدلتيني غمس الإذاعة أنتي قانا اللي عاوني قطب يختمر وغراس سوري زويد المحبة ورينو قسوال رومي ديانيكا بركة توليتيني يقال معنا ما في زوري أنا تيني سان تولي الهيم مغي قيوري غاسي سنين والله هم كسي غضارة اللي غني هذا لا أحبابا يدور راغي لعميان شركة غديتوني دام من شركة غزوران أي سبيد اللي دعات ولا أدود اللي غني حاضر مفاني بيرتنا لكل وطن أيو زنان فمسان سنغورتا سريغة ديني غمسكة سنغورتا دو تجيتيني وحدي تجا كلو تي الإعلاميين تجا تين ليدا عانت مزيغت فمس تسوتي اللي زرين تجا تي الإداعة الأم ليستيني كاراسكان سفيليد ولكن غيلا نقاقسين بداد جان يمسفليدنا تيمسفليدنا الزنين جميع المتتبعين ديالي وصلنا النهاية ديال هذا الفيديو إذن بالمناسبة يوم العالمي للمرأة بكل حقيقة نشي نساء
كيشتغلوا في الميدان ديال الصحافه الاذاعي. اذا غننتقل بالامازيغيه واستسمح مره اخرى. نيغ تيمغارينا كانت تيكواسطيين سوريين تغمس كاتين الاذاعه الاذاعات المغرب على سنه تينغيوز سنه كانت محبوبين غدا الجميع. اولهم تحيه وشكر لها ارتبه لهم التشكر وقلت نقول ماشي غير نكوني جميع نيغ المتتبعين الاذاعات سواء تطلق الاذاعه الوطنيه لغد الاذاعه الجهويه الزغوك هادير على ستيني غيوز اشكون انسان الوقت اللي غيسكن الخير هاتي ارتد رميد انسانيات انسانه محبوبه لدى الجميع تما سكتين الخاطر لسعه الخاطر اللي درتي لهنا يوز نمولت ما تنغرجوت بيت في حتى كرانيان مدنا لك ما درنسوا فولك على خير هذا ميك في ربي الرضا تيويت الرضا كان الصح استيكان دولت ماتنا حجو قلت ماتنا حجو غمسكتين الاذاعه الجهويه وقادير ايوزنم تيويت الرضا كل مسرين الزغو درار ولا زغار يغودم الطبي سمسكتين وفو الكيد الخير اللي قيمتيني ميدنا نفتو السيسنات حتى انت تلقى محبوبه غدار مدن كلت غدار مدن كلت وغنسو درار ولا غمسكتين تو زغار ولا النيغ مدن يمسفريد اللي ديس ايتيلين كريكاتاس الرياضة غمسكتين تو السفلد تلا غمسكتين الاذاعه الوطنيه غن مدينه انا الرباطه على ستيني غدا انت تيوز الموت متنا تيويت الرضا ورجوتك ما يبين في حتى كراني انا تكات الخاطري كل شيء كل ما النساء ول راه سكات الخاطر اردي كمل ارم تيني غيوزنم شابو تيويت الرضا ايوزنم استيغان دولت متنا الزهراء ارجدال ايوزنم ولت متنا الزهراء ارجدال نفتوس دارتي السنات حتى انت تلا الاذاعه الوطنيه تات ولا التماس ايوزن سنت حتى انتي كانت محبوبات سهلا التكريم ورد غاريات ولا سنت انتي جوج ختي اللي في شاوله استي كانت امينه بيل دولتماس نزها ابيل رد نشكي سلم دينتو وغادير الاذاعه الخواص يتف كانت تنتات تلقى محبوبه غدار مدن كلوتنا تحتاج حتى انت تستكريم ورديات ولا سنات ورد وجد تتعبين حتى كرانيا تنتات عزان كلو درس مدن حتى انت زوج ختي اللي بدرا استيغان دولت ما تنغ خديجه البوزيدي غني خديجه البوزيدي حتى انت تيوزنم يصحايم الخير تعزيت غدار مدن الزغو درار ولا زغار تيويت الرضا كلو اما دامت لان ولا كلو ما ندير يتواصلنا رمتيني غيوزنم شابو اكمي حفظ ربي اذا غني ختيد اللي نير سماسكاتين وسا هنسهل دارنا وكار دوكار نتكريم كانت تيمازيغين إلين تغمسكاتين البرامج الإذاعية الزغوكادير الدار البيضاء الرباط عفوا الزغوكادير الرباط نير قلت ماتنا الزهراء أرجدان قلت ماتنا حجو زكري قلت ماتنا مينا أبيل قلت ماتنا نزها بيل دولت ماتنا الزهراء أرجدال دولت ماتنا خديجة لابوزيدي ختيد هن سهلا تقوارن تكريم سلم سيبت والسامدلان عرون تينيغ شابو نونت تيويمت الخير تيويمت الخير دوافولكي تيويمت نيغ أفولكي دلخير غداري مسريد تفسدين الزنين أدونت إزايد بالخير فوياب تنمير تنونتي دان غيدا سنكمل إذا أخواني أخواتي إلى فرصة قادمة إن شاء الله. هذه هي الاحتفال ديال جمعية محبو مستمعي الإذاعات بالحقيقة شفناها دارت العجلة في السكة كنت منو لها التوفيق والنجاح إن شاء الله لما لا يكونوا الأنشطة في مدن كبرى الدار البيضاء مراكش الرباط طنجة فاس مكناس وجال عيون داخلة تيزنيت والمدن اخرين ان شاء الله. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.